بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدمو التمرين رقم 22 صفحة 185 من أحسن التمارين اللي غادي تقدروا تفهموا بهم درس المتجهات والإزاحة. إذا هذا الدرس راه ماشي سهل، كنعودها كنكررها أغلبية ديال التلامذ، هذا الدرس هو اللي كيوحلوا فيه، لذلك حاولوا تخدموا التمارين وتفهموا الدرس مزيان باش ما تلقاوش مشكل لا في الفروض ولا في الامتحان الجهوي. تبعوا معايا التمارين اللي كنحط لكم، راه مشينا مرحلة بمرحلة، بدينا بتمارين سهلين، عرفنا المتجهات، عرفنا الإزاحة، ودابا غادي نبداو نخدموا بحال هاد التمارين هادو اللي هما الأساس ديال الدرس، هما اللي غيتحطوا لكم في الفرض وغيتحطوا لكم في الامتحان الجهوي. إذا قبل ما نبداو وقف الفيديو، حاول تزير راسك، حاول تخدم الفيديو التمرين بوحدك، ومن بعد كمل الفيديو باش تشوف الحل وتستافد أكثر. ثم كنطلب منكم فقط تبارطاجي هذا الفيديو في مجموعة ولا جوج مجموعات علاش ما قدرك الله، واجي كملوا التصحيح ديال التمرين. ده اللي يكون ا بي سي مثلثا ولتكن ام و ان نقطتين، بحيث عندنا ا ان كتساوي 3 على 4 ا سي، ا ام كتساوي 3 على 4 ا بي. دونك غنمشيو التمرين مرحله بمرحله. اول حاجه غنديروا هو نرسموا هذا المثلث ا بي سي اللي عطينا. دونك مثلث هنا، مثلث كيف ما كان، ما عطينا لا قياسات لا حتى شي حاجه. دونك غادي نرسموا هاد المثلث ا بي سي. ثم قلنا ام و ان نقطتين، انشئ النقطتين ام و ان. دونك عندنا ناخذ ورقه اخرى باش نشرح لكم فيها، نخليه الشكل بوحدو. دونك نفس السؤال الاول غادي نرسمو، غادي نرسمو ان بحيث، او نبداو ب ام، عندنا ا ام كتساوي 3 على 4 المتجهة ا بي. اذا المتجهة ا ام و ا بي غيكونوا نقط ا و ام و بي مستقيمين، حيت عندنا ا ام كتساوي 3 على 4 ا بي. الا كانت ا ام كتساوي واحد العدد في متجه ا بي، متجهتين عندهم نفس الاصل، نقول ان ا و ام و بي غيكونوا نقط مستقيمين. اذا اول حاجة ا و بي و ام نقط مستقيمية، غيكونوا في نفس المستقيم، يعني A و B و M غيكونوا في نفس المستقيم. ثم عندنا المنظم هو المسافة AM كتساوي 3 على 4 المسافة AB. دونك 3 على 4 المسافة AB، وعندنا A و M و AB عندهم نفس المنحة. إذا أول حاجة كندير شناهي، عندي AM كتساوي 3 على 4 AB، دونك كنشد AB كنقسمها على 4. شفنا الطريقة كيفاش نقسمو أي قطعة لعدة قطع. دونك أبي غنقسمها على 4، غادي نشد المسطرة ولا نشد واحد المستقيم بحال هكا، غادي ندير البركان، غناخد واحد التدريجة معينة، غادي نقسم وناخد ربعة ديال الأقسام متساويين بحال هنا. دونك نطول هنا باش يبان ربعة، الطريقة راه وريتها لكم، كنشد النقطة الأخرى كنوصلها مع نقطة بي هاكا، ومن بعد كندير الموازي لهاد القطعة هادي، موازي لهاد المستقيم، وكيمر من هنا كيمر من هنا كيمر من هنا، فين غيتقاطع ليا مع أبي، هادوك هما الأقسام. دونك كيفاش غندير أنا الموازي؟ إما نستعمل احسن طريقة هي نستعمل البركار. دونك غادي ناخذ هذه المسافه بحال غندير متوازي الاضلاع، ناخذ هكا، نعاود ثاني ناخذ هنا، ونعاود ناخذ هنايا، يعني بحال غادي ندير متوازي الاضلاع ما بين هذا الضلع وهذا، هذا متوازي الاضلاع الاول، هذا متوازي الاضلاع الثاني، وهذا متوازي الاضلاع الثالث. ثم غناخذ هذه المسافه دابا، هاد المسافة من هنا حتى لهنا التدريجة الأولى، وغنجي لهنا وناخد نقطة الثانية، نقدر نجي لهنا لهاد النقطة، حيت هنا عاوتاني من هنا لهنا وهنا غيكون عاوتاني متوازي الأضلاع، نجي لهنا وندير تدريجة أخرى، ونجي لهاد النقطة عاوتاني اللي عطاتني هنا، وندير قوس آخر، أولا ناخد عاوتاني هاد المسافة من هنا حتى لهنا، نستعمل هاد البركار
تستعمل هذا الذكاء بوحدو لاحظوا راه جينا نفس النقطة، واضح؟ إذا هذه هي الطريقة باش كنقسموا قطعة إلى قطعتين. لو كان ناخذ هذه النقطة دابا مع النقطة الأولى، هذه التدريجة الأولى، القطعة الأولى، ثم ناخذ هذه مع التدريجة الثانية اللي هي هذه، هالقطعة الثانية، ثم غناخد هاد التدريجة مع هذه هالقطعة الثالثة، وقسمنا على ربعة ديال التدريجات. دونك حنا قلنا ام كتساوي 3 على 4 ابي، دونك هاد ابي راه كتعني 4 على 4 ابي، ها 1 على 4 ابي، 2 على 4 ابي، 3 على 4 ابي، 4 على 4، دونك 3 على 4 هي هذه، حيت قلنا الام غتكون في المنحة ديال ابي، دونك هنا غادي تكون النقطة ام. دونك هنا 3، خدينا 3 ديال التقسيمات على 4 ابي. دونك بنفس الطريقة غادي نديرو ان كتساوي، عندنا ان كتساوي 3 على 4 ا سي. دونك غادي نشدو عاوتاني ا سي وغنقسموها على 4، دونك غادي نزيد واحد، غنقدرو نستعملها. كانت عندك المسطرة خد ثلاثة غادي نقسموها على 4، كذلك ناخذ 4 سنتيمتر، وناخذ كل تدريجة فيها سنتيمتر، يعني بلا ما نحتاجو نزيدو نستعملو البركار، ونشد آخر قطعة ونوصلها مع السي، ونبدأ نقسم عاوتاني باستعمال ندير متوازيات الأضلاع عاوتاني. غناخد هاد القطعة هادي وكنشدها، كنعاود ندير هنايا القوس الأول، كنجي هنا ندير قوس، ونجي لهنا وندير قوس، ثم كناخد هاد المسافة هادي من هنا لهنا، كنجي هنا وكندير القوس الأول، ها النقطة الأول باش متخالطش ليا مع النقط الأخرين، ثم إلا عندكم لاكوم غادي تحيدوا هادشي اللي خدمتو بيه في الأول. هنايا خصني نزيد نطول هذا، ناخد هاد التدريج هادي، غادي نزيد نطول هادي اللي خديناها، هادي نزيد نطولها اكثر. دونك هادي هي النقطة الثانية، نتوما مسحو هادشي بلاكم باش تعاودو تخدمو هادشي. نتوما غادي ناخد قلنا هاد التدريجة ديال 1 سنتيمتر، غنجي هنا وناخد عاوتاني واحد، هاهي النقطة الثالثة، ثم غنبدا نوصل هاد النقط هنايا بحال مستقيم اللي غيمر من هنا. هاد التدريجة الأولى اللي بغي يفهم هادشي اللي كندير دابا مزيان، راه كاين واحد الفيديو درتو خصيصا غير كيفاش تقسم قطعة لعدة قطع متقايسة، هاكا قسمناها على 4 ديال المرات. لاحظوا دابا قلنا ان و سي، دونك ان و سي غيكون عندهم نفس المنحة، يعني من ا لسي ومن ا لان، دونك غناخدها 1 على 4، 2 على 4، 3 على 4، اذا هنا غادي تكون كذلك النقطة ان هي هذه، هذه هي النقطة ان وهذه هي النقطة ان. اذا هاكا نشأنا النقط. ندوزو للسؤال الثاني، بين ان ام ان كتساوي 3 على 4 بس، دونك خصنا نلقاو ام ان كتساوي 3 على 4 بس. دونك هنا عندنا ا ام، عندنا ا ان، عندنا ام ا ام ان. لاحظوا الا دخلت هنا ا غتولي عندي ام ا زائد ا ان، ونقدر نستعمل هاد العلاقات. دونك كنطلق من ام ان ونحاول نوصل 3 على 4 بس. اذا عندنا ام ان كتساوي، دونك ندخلوا ا ما بين ام وان، علاقه شار، احنا هضرنا على علاقة شال، ندخل أ، دونك كتولي عندي المتجه إم أ زائد المتجه هذيك النقطة اللي دخلت كنبدا بها أ إن، صافي. دونك هنا غنمشي نكتب إم أ، حنا عندنا غير أ إم، عندنا أ إم كتساوي 3 على 4 أ بي. دونك أنا بغيت، ما بغيتش ا ام، بغيت ام ا، دونك الا قلبت المتجهه هنا كنجي كنقلب ا بي، ولا كندير ناقص 3 على 4 ا بي، دونك كنخلي 3 على 4 في بلاصه ا بي غندير بي ا،
صافي. دونك ام ا كتساوي 3 على 4 بي ا، غنعوضها ب 3 على 4 بي ا زائد ا ان، ا ان هي عندنا مقاده، هي 3 على 4 ا سي. لاحظوا هنا عندي 3 على 4 غنعمل بها، غتبقى لي بي ا زائد ا سي. دونك شنو كتساوي؟ لاحظوا بي ا زائد ا سي، النقطة سالينا بها وبدينا بها هنا، دونك علاقة شال. غنحيد هاد اي اللي كنبدا كنسالي بها وكنبدا بها، كنحيدها، كتبقى لي المتجهة بي سي. علاقة شال كذلك راه هضرنا عليها بزاف. دونك هنا لقينا ام ان كتساوي 3 على 4 بي سي اللي طلبوا منا. سهلة، خصك غير التفكير، التفكير كيفاش كيجي بالقوة ديال التمارين. كل ما خدمتي التمارين بزاف كل ما كتولي مباشرة كيبان لك الجواب، كتعرف شنو غادي دير. دونك ان فوا تبان لك ام ان، انت باغي تخرج من ام ان، انت عندك عندك ا ان وعندك ا ام وعندك ام ان، دونك خصك تدخل هاد ا ان و ا ام، المعطيات اللي عندك خصك تدخلهم في التمرين. ندوز دابا للسؤال الثالث. قلنا انشئ النقطتين اس و تي بحيث عندنا ا اس كتساوي ا ام زائد ان. دونك لاحظوا المتجهات عندهم نفس الاصل ا ا ا. دونك هنايا حنا كنا كنعرفوا هاد الكتابه بهذا الشكل، مسبقين هادو كنسبقوهم مع نكتبوهم هما الاولين ا ام زائد ان، باش يبان لينا كيفاش نخرجوا منهم متوازي الاضلاع. دونك متوازي الاضلاع قلنا كنحتفظوا بهاد المتجهه الاولى، ها هي ا ام، ثم كنمشيو للاخرى كناخذوا اس ا حيت خدينا ا، وكنرجعوا لهذه كناخذوا ان. دونك هذا هو الرباعي ا ام اس ان متوازي الاضلاع. وكنجي كنرسم متوازي الاضلاع ا ام اس ان. دونك ا ام ها هي، دونك اس ان نفس الترتيب ا ام اس ان. دونك اس غادي تكون هنايا في هذا الاتجاه. دونك باش نرسم متوازي الاضلاع ا ام اس ان غنستعمل البركار، غناخذ المسافه ا ام، غنحط البركار على ان، غندير القوس الاول، ثم غناخذ المسافه ا ان وغنحط البركار على ام وغناخذ نقطه اخرى. اذا هذه هي النقطه اس، هي هذه، بحيث هذا الرباعي هذا متوازي الاضلاع ا ام اس ان. مزيان مزيان. دوزو دابا الرسمو تي. عندنا ا تي كتساوي ا بي زائد ا سي. اذا بلا ما نقلبو هادي، غادي ناخدو ا بي، كناخدو المتجه اللي كتساوي هي تي، ثم كنرجعو للسي. دونك ا بي تي اس متوازي الاضلاع، دائما نفس الترتيب. دونك ا بي تي اس، ا بي تي سي ماشي اس، ا بي تي سي. دونك تي غادي تكون في هاد الاتجاه. دونك غناخد المسافه ا بي، غنحط البركار على السي، غندير القوس الاول، ثم غناخد المسافه ا سي وغادي نحط البركار على بي باش نلقى النقطة الأخيرة. دونك هنا الشكل ولا كيبان شوية حيت استعملنا هاد المستقيمات باش درنا، ثم هاد المستقيم هذا باللي نبغي نقسم القطعة استعملوا غير القلم ديال الرصاص، ومن بعد مسحوه حيدوه باش ما يبانش مخلط مع الشكل. دونك هنا عندنا النقطة تي، وعندنا هاد عندنا هاد الرباعي متوازي الأضلاع. هاد الرباعي متوازي الأضلاع. ثم قال نفس السؤال الرابع، استنتج أو مازال مكملناش نشأنا النقاط. قلت بين أن ام اس يوازي بيتي. دونك ام اس يوازي بيتي،
هنا هو ام اس هو هذا يوازي بي تي. دونك كيفاش غادي نبينو هاد المستقيمين هادو؟ نبينهم متوازيين. هاد المستقيم نبينو اكثر هذا مع هذا. كيفاش غادي نبينو هاد المستقيمين متوازيين؟ اذا باش نبينو هاد النقط هاد المستقيمين متوازيين، اما نكتب المتجه ام اس بدلاله المتجه بي تي، يعني نلقى ام اس كتساوي واحد العدد في المتجه بي تي. غتجيكم مخربقه شويه، بامكاننا نديروها لكن غادي نخربقكم اكثر. دونك كاين طريقه ما اسهل اسهل من هذه الطريقه، اللي هي حنا ديجا قلنا ا ام اس ان متوازي الاضلاع، اذا ام اس يوازي ا ان، وقلنا ان ا بي تي سي حتى هو متوازي الاضلاع، اذا بي تي حتى هو يوازي ا سي، يعني كيوازي ا ان، حيت ان و ا و سي مستقيميه، اذا بي تي كيوازي ا ان، ام اس كيوازي ا ان، ولا كانوا مستقيمين كيوازيو نفس المستقيم، اذا هاد المستقيمين راهما متوازيين. اذا كيفاش غنعبروا عليها؟ السؤال مازال في السؤال الثالث. دونك غندير لدينا ا ام اس ان متوازي الاضلاع، قلنا فاش بغينا ننشئو اس، اذا ام اس يوازي ان، وحنا كنعرفوا ان ان كتنتمي، ولدينا ان كتنتمي للمستقيم ا سي، اذا ام اس كتوازي ان وكتوازي حتى ا سي، حيت ا سي و ان نفس المستقيم، اذا هذه وحده. ثم غنبينو كذلك ان بي تي حتى هي كتوازي ا سي، ولدينا ندير ولدينا ا بي تي سي، ها هي اللي كنا قلنا هنا ا بي تي سي متوازي الاضلاع، اذا غادي نستنتجو ان بي تي كتوازي ا سي، كنعرفو متوازي الاضلاع كل ضلعين متقابلين فهما متساويا ومتوازيا يوازي ا سي. دونك هذه ان ماشي اس ا سي، هنا قلنا ان كينتمي ل ا سي، اذا كيوازي ام اس كتوازي ا سي ماشي ا اس، عفوا. دونك هذه الثانيه، دونك لقينا ا سي كيوازي ام اس و ا سي كيوازي بي تي، اذا غنستنتجو ان ام اس يوازي باتي، نسميو هادي واحد ونسميو هادي جوج، قولو من واحد و اثنان نستنتج ان باتي يوازي ام اس، هي اللي طلبو منا نبينو باتي يوازي ام اس، وقالنا بين ان ان اس يوازي سي تي، ان اس مع سي تي، دونك بنفس الطريقة ان اس و سي تي حتى هما بنفس الطريقة. نوريكم فينا هما، هما هادو ان اس، نعرفو علاش غنخدمو دائما تستعملو الالوان في الشكل، حيت كيسهلو عليكم الرؤية وكيسهلو عليكم تفكروا في الاجابة. دونك انا بينت هادو بحال عرفت شنو خصني ندير، خصني نبين ان هاد المستقيم كيوازي هاد المستقيم. بنفس الطريقة غنديرو عندنا ا ام اس ان متوازي الاضلاع، اذا هاد المستقيم كيوازي هاد المستقيم كيوازي ا ام، وبالتالي كيوازي ا بي حتى هو، ان اس كيوازي ا بي، وعندنا ا بي تي سي حتى هو متوازي الاضلاع، اذا سي تي كيوازي ا بي، مادام هاد المستقيمين بجوج كيوازيو ا بي اذا فهما متوازيين. صافي، اذا نبرو عليها هنا، غندير لدينا ا ام اس ان متوازي الاضلاع، اذا ان اس يوازي، مادام هذا متوازي الاضلاع الضلعين متقابلين اذا فهما متوازيان، ان اس مع ا ام،
وعندنا ام كتنتمي للمستقيم ا بي، ولدينا ام تنتمي ل ا بي. اذن ام و ا بي راه نفس المستقيم، اذن ان اس راه كتوازي ا بي، ان اس يوازي ا بي مستقيمي. هذه القاعده الاولى. ثم عندنا ا بي تي سي، ولدينا ا بي تي سي حتى هو متوازي الاضلاع. اذن هاد الضلعين اللي هما سي تي و ا بي متوازيين، ا بي يوازي سي تي. هادي رقم جوج. لاحظوا عندنا ا بي ا بي ا بي كيوازي ان اس و ا بي كيوازي سي تي. الا كان مستقيم كيوازي جوج المستقيمات، فهادوك جوج المستقيمات حتى هما متوازيين. هاد القاعده راه شفناها في الاولى اعدادي. ومنه ومن واحد واثنان نستنتج ان سي تي يوازي ان اس. صافي واضحه. دوز دابا للسؤال الرابع. قالك استنتج ان النقط او اس و تي مستقيميه. اذا باش نبين ان النقط او اس و تي مستقيميه، خصني نلقى علاقه متجهيه ما بين هاد النقط، وتكون متجهات عندهم نفس الاصل. اما نبين نحسب ا اس لقاه كتساوي واحد العدد ك ا تي، ولا ولا تي اس لقاه كتساوي تي ا. المهم بحال هكا. اذا حنا باش غادي نبينو هاد المتوازيه، دونك غادي نبداو بهاد المتساويات اللي عندنا هنا باش نبينو. هنا عندنا ا اس كتساوي ا ام زائد ا ان، دونك نقدروا نطلقوا منها باش نلقاو ا تي. كيفاش غنلقاو ا تي؟ هنا انا غادي نمشيو غير بشويه بشويه. عندنا ا اس كتساوي ا ام زائد ا ان. ها منين جبناها؟ ا ام عندنا هي 3 على 4 ا بي، نعوضها ب ا بي. ان عندنا هي 3 على 4 ا سي. لاحظوا ا بي و ا سي باش نعوض هاد ا بي و ا سي نعوضهم ب ا تي. دونك اول حاجه غنعمر ب 3 على 4 نحيدها عليا، 3 على 4 غتبقى ليا هنا ا بي، زائد عملت ب 3 على 4 غتبقى ا سي. 3 على 4 ها هي، و ا بي زائد ا سي راه هي ا تي، غادي نعوضها ب ا تي. هنا عندنا ا اس، هكا كتبنا ا اس بدلالة ا تي. قلنا ا اس لقاوها كتساوي واحد العدد ا تي، هذاك العدد ك هو 3 على 4. اذا ا اس كتساوي 3 على 4 ا تي. ومنه النقط ا و اس و تي مالهم مستقيميه النهايه. دونك تمرين زوين بزاف، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. وصلنا 24 دقيقه، ماشي قليله في حقكم. دونك نتمنى غير انكم تكونوا فهمتوا مزيان التمرين، وتبقاو تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وطاقيو صحابكم اللي كيقراو معاكم، طاقيوهم اللي كتعرفوه مهتم بهذا الشيء بالثالثة اعدادي، سواء الاحرار ولا المتمدرسين، طاقيوهم باش يستافدوا كذلك، وباش تستافد كذلك الصفحه والقناه. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش الواجب ديالنا الشرح، والواجب ديالكم البارطاج. السلام عليكم.